بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي علام شوشان، مترشح عند دائرة سيدي بنور. المهنة مختص في الإعلامية. نبدأ بالبرنامج الانتخابي متاعي. البرنامج الانتخابي متاعي فيه ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الأولى وأهم نقطة هي مراجعة مثال تاهر العمرانية في البلاد، اللي هو محبس البلاد كاملة. دونك احنا سيدي بنور عندها نقطة قوة وحيدة، اللي هي الكياسر الرئيسي نتاعها، اللي هو معناها حي. وعندنا في على الكياسر الرئيسي هذاك عندنا مناطق فلاحية سقوية ممنوع انك تبني فيها وانك تستثمر فيها. دونك معناها احنا قعدنا حابسين سنين، عندنا سنين معناها اقل حاجة 20 عام حابسين ناس عندها فلوس تحب تعمل مشاريع ما قادش تعمل مشاريع. هذه اهم نقطة. ثاني نقطة واللي هي زادة مهمة هي المشاريع المعطلة في البلاد. عندنا لوناس عندها عامين معطل، عندنا كياسات محفورة محفرة معناها ومعطل، ما لقيناش الاعتمادات. والنقطة الثالثة واللي هي معناها النقطة الثالثة اللي هي زادة مهمة، نقطة انه نعملوا مثال تنموي محلي. شنو معناها مثال تنموي محلي؟ معناها نشوفوا الفاعلين والمتدخلين والناس اللي مهتمة بالرأي العام في البلاد، ونعملوا مثال تنموي محلي اللي يحط النقاط الأساسية للمشاريع اللي ستقام في البلاد حتى العشر سنين القدام، ونحطوا الأولويات ونلزموا المجالس البلدية اللي جاية إنها تنفذ المشاريع هذا، باش نبعدوا انه كل مجلس بلدي يجي يفسخ ويعاون من جديد. اوكي، بالنسبه ونتعداو للنقطه اللي مهمه زاده، انه ندعو الشباب انه يجي ينتخب. علاش؟ خاطر هذا نظام جديد، ماهوش نظام تاع احزاب اللي الناس فدت منه واللي الناس كرهته. هذا نظام جديد قاعدين نبنيه فيه واحده واحده. ندعو الشباب انه يجي وانه يشارك وانه ينتخب وانه ما يفقدش الامل من بلاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.